ممكن احنا نخزن البطاطس عندنا في البيت. يعني حاجه الصراحه تفرح، حاجه في منتهى السهوله، حاجه في منتهى البساطه، مش محتاجه اي خبره ولا اي حاجه خالص. زي ما انتم شايفين الحمد لله رب العالمين، تعبنا ما راحش على الفاضي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هنزرع البطاطس في البيت بطريقة في منتهى السهولة، وهقول لك على كل الأسرار اللي مفيش حد قال لك عليها علشان تنجح معاك زراعة البطاطس، وكمان عشان تاخد كمية ضخمة من الدرنات، وده كله هيكون بدون إضافة أي أسمدة ولا مبيدات ولا أي حاجة نهائيا، بطريقة في منتهى السهولة. بس في البداية ما تنساش تدعمني وتكتب لي تعليق، عشان إن شاء الله المواضيع دي بتاخد مننا فترة طويلة عشان حضرتك تستفيد في أقل وقت ممكن. في البداية لازم نختار البطاطس اللي احنا هنزرعها. البطاطس الجديدة زي ما حضراتكم شايفين اللي لونها ابيض مش هتنبت، يعني هتبقى صعبة في عملية الانبات. اما البطاطس اللي هتنبت زي ما انت شايف، البطاطس اللي هي لونها يعني مسمر شوية او واخدة لون كاتم شوية، البطاطس البيضة مش هتنبت. يعني لما نروح نشتري بطاطس هنحاول ان احنا نشتري بطاطس يكون لونها، بالمختصر البطاطس البيضة بتكون بطاطس جديدة، اما البطاطس السمراء بتكون بطاطس قديمه من السنوات اللي فاتت، فعلشان كده بتكون جاهزه للانبات. وبعدين هنستخدم حته قماش، اي حته قماش عندنا في البيت، ونبتدي ان احنا نبللها كويس بالميه ونحط بجواها البطاطس. البطاطس طبعا هتاخد وقت قبل ما بتبتدي في عمليه الانبات، يعني ممكن تاخد اسبوع 10 ايام على حسب الجو اللي عندك يعني، بس هي بتحتاج يعني جو يكون يعني فيه نسبة رطوبة عشان تنبت بشكل اسرع. حضرتك ممكن برضو تسرع عملية انبات انك انت ممكن تحطها في التلاجة وتحطها في الرف اللي تحت خالص بتاع الخضار، برضو هتنبت ان شاء الله بشكل اسرع. وانا بعد مرور حوالي 8 ايام زي ما انتم شايفين الانبات شكله كويس. طبعا انت لما بتختار بطاطس يكون فيها انبات من البدايه بتساعد على عمليه التسريع، يعني حاول بقدر الامكان ان اختار بطاطس تكون فيها انباتات ظاهره على البطاطس. تمام، زي ما انتم شايفين هنبتدي ان احنا ناخد الجزء اللي فيه انبات والجزء اللي ما فيهوش انبات هنتخلص منه. تمام، زي ما حضراتكم شايفين كده مفيش مشكله فيه خالص. ولو لقيت بطاطس بحجم البيضه هيكون برضو احسن من اللي احنا بنعمله، يعني بس انا ما لقيتش غير البطاطس الكبيره عشان كده ان انا اخترتها، بس لو في بطاطس بحجم صغير هتكون مفيده وتكون احسن. طبعا هنحطها كلها في التربه بشكل كويس، زي ما انتم شايفين دي مثلا حجمها كويس، ممكن احطها في التربه على طول. لو عندك في البيت كبريت زراعه هيبقى حاجه كويسه جدا، لو مش عندك ممكن تستخدم شويه جير زي ما انت شايف. نبتدي ان احنا نحط فيه البطاطس اللي نصها مقطوع، لو مش عندك حاجه خالص مفيش مشكله، انا استخدمت شويه كده وشويه كده وما لقيتش فيه اي اختلاف خالص، الموضوع بسيط، الموضوع مش محتاج اي تكاليف خالص، يعني لو مش عندك اشتغل عادي مفيش اي مشكله خالص. هنبتدي ان احنا نحط الجزء اللي هو مقطوع، بعدين هنبتدي في تجهيز التربه اللي احنا هنشتغل بيها. هنحاول ان احنا نختار تربه تكون خفيفه زي ما انتم شايفين، علشان طبعا البطاطس هتعتمد على الجذور وتعتمد على الدرنات من الداخل علشان الجذور تنتشر بشكل اسرع داخل التربه وتدينا كميه درنات. كل ما الجذور تنتشر بشكل اكبر هتدينا ان شاء الله كميه درنات اكبر. وهنا هقول لك على اول سر من اسرار البطاطس، هنضيف على التربه دي هتكون الطبقه السفليه، اول طبقه خالص في الشكاير اللي احنا هنزرع فيها، هنضيف عليها مخلفات طيور، مخلفات ابقار، اي مخلفات عندنا دي هتوفر علينا اضافه اسمده، يعني احنا ان شاء الله مش هنضيف اي نوع من انواع الاسمده في خلال فتره الزراعه كلها. زي ما انتم شايفين هنضيف ده كله على التربه ونبتدي ان احنا نخلطهم كويس ونحطهم في الطبقه السفليه. هنستخدم هنا زي ما حضراتكم شايفين الشكاير، الشكاير اللي احنا بنشتريها من السوق، يعني بنشتري فيها اي حاجه، يعني سعرها رخيص وفي متناول الجميع ومتوفره في كل مكان. هنعمل فيها فتحات تصيب زي ما حضراتكم شايفين من اسفل زيها زي اي حاجه، لو مش متوفره عندك ممكن تزرع في اي حاجه كبيره، يعني اناء كبير، السيس كبير، يعني لو مفيش ممكن صفيحه، اي حاجه موجوده عندك ممكن تزرع فيها تأدي الغرض ان شاء الله، مفيش مشكله فيها خالص. الشكاير دي طبعا هتكون مفيده ومريحه في نفس الوقت، طبعا زي ما انت شايف كده لو في رياح في مطره في اي حاجه عندك ممكن انك انت ترفعها وتحافظ على النبات عندك في منتهى السهوله، وخصوصا ان زراعه البطاطس بتكون في خلال فصل الشتاء، معرضين طبعا للرياح ومعرضين للامطار والكلام ده كله، فطبعا زي ما انت شايف كده بالظبط ان هي هتحافظ على النبات بشكل كويس جدا. المهم بعد ما جهزنا البطاطس بتاعتنا وجهزنا الشكاير وجهزنا التربه هنبتدي ان احنا نعبي التربه داخل الشكاير زي ما انتم شايفين كده.
هنا أنا حابب أقول لك على السر التاني من سر زراعة البطاطس عشان تدينا ضرنات بشكل أكبر. زي ما انتوا شايفين الساق بتاع البطاطس هنبتدي إن احنا نضيف هنا بعد مرور أكتر من 40 يوم، هنبتدي إن احنا نضيف تربة، والتربة دي هنكون ضايفين عليها أي نوع من أنواع الأسمدة زي السماد مخلفات طيور أو مخلفات الأبقار، ونبتدي إن احنا نزود التربة حول الساق ونرفع التربة يعني بمسافة يعني شبر كده بالظبط. هيبتدي الساق يطلع جذور من الأول تاني، وتبتدي تطلع يعني بطاطس تاني غير البطاطس اللي هي موجودة من أسفل، وبالشكل ده احنا هنضاعف الكمية بشكل أكبر. وده اليوم اللي احنا منتظرينه من اكتر من 2.5 شهر علشان نشوف المحصول ونشوف ايه اللي داخل الشكاير دي ان شاء الله، ونشوف ان احنا حصلنا على كمية كبيرة من البطاطس ولا حصلنا على كمية صغيرة. انا مشتاق الصراحة ان انا اشوف بالداخل ايه. يلا بينا نفتح ونشوف ان شاء الله، وان شاء الله البشاير خير. انا كنت زارع هنا معاهم جزر برضو لو شفته في الاول، يعني هو بس احنا الجزر مش محتاجينه يعني، بس احنا ايه حطيناه معاه كده عشان يطلع مش اكتر. زي ما انتم شايفين احنا زرعنا جزر، قلنا نستفيد بالمكان مش اكتر من كده، تمام. بس احنا ايه المهم اللي عندنا بطاطس ان شاء الله. هنفتح كده ونشوف، لو لقينا ان شاء الله ان في يعني كمية كبيرة هنكمل، لو لقينا ان في كمية صغيرة مش هنكمل. دي البطاطس طبعا اللي خلاص اتفلت في التربة، تمام. وزي ما انتم شايفين في بطاطس لسه صغيرة لسه بتطلع، لسه في بطاطس تاني بتطلع اهي ان شاء الله، لسه في بطاطس هتبتدي تطلع. نفتح من هنا احسن ونشوف كده البطاطس ان شاء الله خير. شكله ما فيش بطاطس. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، البشاير خير اهي باذن الله. الموضوع كده ان شاء الله يشجعنا ان احنا نزرع اكتر ان شاء الله باذن الله. بس هل في كبير وفي صغير؟ نشيله هنا على جنب. بسم الله الرحمن الرحيم، هذه الجزر ان شاء الله في بطاطس كتير بإذن الله. ده في جزر هو كمان، بس احنا مش عايزين جزر، احنا عايزين بطاطس. الموضوع ان شاء الله يشجع ان احنا نزرع اكتر من كده باذن الله. طبعا الموضوع صحي زي ما اتكلمنا وقلنا، ما هوش اي نوع من انواع الاسمده الكيميائيه خالص ولا اي مبيدات، الموضوع بسيط. لو مشينا على الخطوات ان شاء الله هنحصل على كميه كويسه نزرعها في البيت نستفيد، وخصوصا في ظل ارتفاع الاسعار اللي احنا فيه ممكن ان احنا نخزن البطاطس عندنا في البيت ونبتدي ان احنا ناكل منها. الحمد لله ده كله، والله ما كنتش انا ما كنتش الصراحه متوقع ان انا احصل على كل الكميه دي،
من أول واحدة. مش مشكلة برضه، هنخليها برضه، مش هنرمي حاجة إن شاء الله. بطاطس كتير، واحدة تانية اهي. المية ما شاء الله اللي احنا حصلنا عليها من شكارة واحدة بس. هنفتح برضه الباقي كده ونشوف ان احنا ممكن ناخد. شايفين الدرانات قد ايه ما شاء الله، يعني حاجة الصراحة تفرح، حاجة في منتهى السهولة، حاجة في منتهى البساطة، مش محتاج اي خبرة ولا اي حاجة خالص. ما شاء الله ده في بطاطس كمان من فوق، البطاطس الحمد لله طالعة من كل مكان. ان شاء الله الجزور ما شاء الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين الحمد لله رب العالمين، تعبنا ما راحش على الفاضي. الكميه اللي احنا حصلنا عليها مش كرتين بس، طبعا احنا مش هنفتح الباقي، هنسيبه عشان خاطر انا شايف لسه في بطاطس صغيره زي ما انتم شايفين، يعني لسه في بطاطس اهي صغيره لسه طالعه، هنحاول ان احنا نسيبه. شايفين الكميه اللي احنا حصلنا عليها ما شاء الله، لسه لو طلعنا تاني ان شاء الله يكون في اكتر من كده. نفتح الباقيين الصراحه مش قادر استنى، كده كده نزرع تاني ان شاء الله. كمية صراحة ما كنتش متوقع ان انا احصل على كل دي في شكل، بس البطاطس اهي، البطاطس خلاص عارفين خلاص اللي احنا زرعناها خلاص كده نجري. وبندور تاني زي ما انتم شايفين ما شاء الله، لسه احنا معانا شكلين بس مش هنفتحهم، هنخليهم عشان خلاص كلها الحمد لله كانت في البيت وزي دي. هنزرع تاني ان شاء الله عشان خاطر رمضان، ربنا يعود علينا وعليكم الايام بخير. وما تنساش تكتب لي تعليق عشان احفزنا عشان نقدر نقدم المزيد. اشوفكم ان شاء الله الفيديو القادم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.